في يعني في ناس أبدت اعتراضها وامتغاضها وحاجات كده كتير بتحصل حوالينا. طبعا شيء طبيعي. يعني من ضمن الكلام مثلا ايه؟ انك تلاقي حد يقولك لا انا هسيب البلد. فواحد بيسألني بقول لي يعني وانت ظروفك وتقدر وتسوي وتعيش بره. قلت له انا اقدر اعيش بره في اي ثانيه، بسافر وبرجع، بس انا عندي وظيفه ما تنفعش في الدنيا. فقال لي ايه بتشتغل ايه؟ قلت له بشتغل مصري. فانا همشي ليه؟ اللي عايز يمشي يمشي. احنا لازم نؤمن البدايه ان احنا بنبتدي، وابتدينا والله ابتدينا شويه شويه. فهتشتغلوا معايا مصريين؟